وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أستاذ جمال، يعني وأنت عضو مجلس الأمناء والذي يناقش غدا مخرجات جلسات الحوار لرفعها لرئيس الجمهورية، إلى أي مدى يؤتي الحوار الوطني ثماره؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة إنه جلسة غدا هي جلسة تستقبل يعني عدد من التوصيات والنتائج المقترحة لصياغتها من الأهداف المتخصصة التي عقدت خلال الفترة الماضية وكانت مهمتها الورق النقاشات التي شهدتها 60 جلسة الجلسات العامة للوطن. وغدا في الحقيقة في الساعة 11 سيبدأ اجتماع مجلس الأمناء لمناقشة كل هذا وإضافة الآراء أو التوافق عليها أو رفضها أيا كان، لكن اللوائح تعطيه الفرصة ل يعني تعطيه الحق ل يعني رأي الواضح في قبل رفعها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبالتالي هنا يعني نستطيع التأكيد على أنه جلسة الغد ستأتي بثمار كبيرة لمسيرة تتعلق ب 70 قضية تم مناقشتها خلال هذه الفترة الماضية منذ انطلاق الجلسات العامة للحوار الوطني. ويعني هناك عبر المحاور يعني قضايا تندرج تحت المحاور الثلاث: المحور السياسي، المحور المجتمعي، المحور الاقتصادي. غدا سيتم وضع على طاولة مجلس الأمناء وضع العديد من القضايا في مقدمتها مشروع قانون جلسة الشعبية المحلية، لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بعض التعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية، النظام الانتخابي لمجلس النواب والشيوخ، يعني لجنة مقترح لتشريع مفوضية منع التمييز. في الحقيقة يعني لجنة النقابات والعمل الأهلي بتناقش مشروع قانون التعاونيات الموحد، أيضا نظام في محور المجتمع نظام الرعاية الصحية وتسريع وسيلة التأمين الصحي الشامل، مقترح مشروع قانون الوصاية على المال، مقترح بخصوص اشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم، التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق، توصيات في بخصوص لجنة الثقافة والهوية الوطنية بخصوص تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى. في الحقيقة حتى في تحت المحور الاقتصادي نجد هناك توصيات تتعلق بالاستثمار الخاص وتحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. أستاذ جمال، يعني هل ما يعرض غدا هل هي يعني توصيات تحال إلى التنفيذ، تحال إلى مجلس النواب لإقرارها، أم هي قابلة أيضا للنقاش مرة أخرى وللتغيير والتعديل؟ ما يتم عرضه غدا هو ما انتهت اليه اللجان المتخصصه، لكن وفقا للوائح من حق مجلس الامناء ان يضيف او يحذف او يغير او يضيف اي اراء، وبعدها يتم رفع، وفي حاله التوافق يتم رفع هذه النتائج الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها كما وعد سيادته في المؤتمر الوطني للشباب في برج العرب بالاسكندريه، بانه يعني دون قيد او شرط سيصدق على كل ما تقدمه اداره الحوار الوطني. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ جمال الكشكي، عضو مجلس امناء الحوار الوطني.